أعتقد هذا الموضوع مهم جدا، خصوصا مع اختراع شيء اسمه السوشيال ميديا. أنا واحد من الناس عرضة للتنمر ليل نهار، شو ما عملت صباح الخير بتنمروا عليك، كلام بذيء، أنفك الأنفاق ولا شعرك مش عارف إيش، بيتدخلوا بكل شيء، بكل ليش طويل ليش قصير، الله خلقني هيك، شو بعمل بطلكم حال، بعدين شو وضع الطويل مثلا، هل هو له يعني حتى زيادة بالحياة، والقصير هذا لازم يروح يدفن حاله، هل الكبير مثلا واحد ولا إذا لعبت رياضة بقول لك شو بدك، ليش عم تلعب رياضة؟ طيب فت أنا وحسين على 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 محمد مزهر، ما لا يعني نحن دائما لا الدين بكل الأديان، ما عم نقول دين واحد، كل الأديان تدعو إلى التسامح والتعاطف وتدعو إلى المحبة والإخاء. الناس اللي قاعدة ورا الكيبورد من ورا وقاعدة عم تتهزأ وتستهزئ بخلق الله، أنت شو من شو مصنوع؟ شو تركيبتك؟ هل أنت ما شاء الله بدر نازل من السماء؟ هل أنت أصلا معظم الناس اللي على السوشيال ميديا بيكون حاطط لنا بايوغرافي إنه بتحس إنه هذا نازل هيك يعني ما شاء الله عليه، الله خلقه ما خلق غيره، بتشوف كلامه تحت كله كلام بذيء. هذا الشيء لازم ينتهي، وكيف بده ينتهي؟ طبعا الناس مو فارقة معه لأنه أسماء أي كلام، وبنفس الوقت حاطط اسم مستعار ودبر حالك. أما لما تاخده على القضاء أكيد بيصير شيء. بعوف، أنا أقول حق كابتن محمد أذن من طين وأذن من عجين. والله أحيانا حتى ما بنقدر أبعوف يعني، لا تقدر لا أنا إذا دقت في كل الأمور مصطفى بتتعب. مرينا في هذه المواقف بشكل كبير جدا، واحنا لاعبين بس مصطفى. ما كان في سوشيال ميديا، هلا في سوشيال ميديا ابو انا معاك مصطفى ان في سوشيال ميديا الحين الامور تطورت، لكن مين خلى هاي الاشخاص وصيين على اللاعبين؟ هم هاي لحالهم لحاله، فخلى لحاله. انا اقول هذول ما عندهم سالفه، اتركهم يا محمد وخل واثبت لهم في الملعب انك انت الافضل وانت الاحسن. محمد ما عليك منهم، انت امشي في الطريق اللي انت تشوفه سليم بالنسبه لك، واترك كل هذيل الحاقدين مثل ما هم، لانهم بيتمون بحقدهم لين ما يموتون. طيب فما في فايده فيهم. نسمع راي ابو سلطان. طبعا ابو عوف قال حط منها في الاذن طين والاذن عجين، قد يعني المده مؤقته يعملها اي شخص، وانا محمد او غيره، لكن الانسان هو كتله احساس، هو مشاعر، ما يتعرض لها الأخ محمد أو ناس كثيرين، أو زي ما تطرقت أبو كرم، لأي إنسان يعني يتكلم سواء سلبي أو إيجابي يحصل له تدمر من ناس، التنمر من ناس كثر. أنا أعتقد أنهم هذول المرضى علاجهم بسيط، حتى أبو كرم لما تقول أنه يحط اسم وهمي، اليوم الحمد لله في أجهزة أمنية متطورة تجيب الاسم الوهمي من الجهاز. بس مشان تكون بالصورة، معلش اسمح لي واحد، اذا حدا واحد حكى على الحكومه بيجيبوه من بيته، بس اذا حكى عليك بدك انت تروح على القضاء وتروح تدور عليه وتبحث منه وتجيب محامي ومش عارف ايش وتقدم بلاغ. لا ابوي بس اقول لك قصه، اليوم ما عاد في سجن ومحكمه وماذا، اليوم في نيابه وفي غرامات. انا اليوم اتكلم اسيل اي واحد، أقدفه أتكلم عليه في شكله إيه زي التحرش. أنت اسمك معرفك معروف أبو سلطان، أنا عم بحكي على الناس الوهميين، هدول الناس ما في، أول أعطونا خاصية البلوك، أعطونا خاصية البلوك، وما في غير واحد إنه مثل ما قال أنا أعمل له بلوك وخلاص. عشان كذا أبو كرم أنا ما فتحت تويتر عشان لا حد يتنمر علي، بالواتساب وسوى بلوك. سناب لا، سناب كلهم حليلين وأكثرهم من حميمات الجنة، إذا ما يقولون شيء طيب ما يقولون شيء شين، نعمة من الله. طيب.